انت هون بيتك ما هيك؟ ايه عمو جعفر. لكان شفت لي البنت الهربانة؟ لا لا والله ما شفتها. بدي شوف. شرف. يلا امشوا. انت شو عم تعملي هون؟ لك انت شو عم تعملي هون؟ بكر شو عم تعملي هون؟ بكر خلص بدي اخذ ابني زيي. دكتور سيدنا الشيخ قال بده اياك، الظاهر تعب شوي. امشي الكود يلا. وانتوا معي يلا يلا. تركيني امشي. انت عم تتستري عليها امي. خلص فوت لجوا. اكيد بدهم يمسكوكي فهمتي؟ كود خلص. افتحي الباب امي، عمل لك افتحي الباب. لازم اقتلها الخاينة. افتحي بدي اقتلها، بدي اقتلها. ابنك مو طايقني بسبب المجرمين اللي بدلها بيستشهد. افتحي الباب امي مشان الله، افتحي الباب. انا لازم لف الجرح، بحتاج لكم غرض من عندكم. طمني انا رايحه امن لك يا امي. افتحي الباب امي. ايه مثل ما عم اقول لك دكتور، هيك صار معه قبل شوي وقال جيبوا لي الدكتور فورا. حالي دكتور عموت. قل لي شو صاير لي دكتور. ما فيك شيء، اهدى اهدى شيخي. ما لقطوها هالبنت المجرمة مع الأسف. يسلموا ايديكي. ابوك كان عسكري؟ ايه عسكري استشهد. انا اخي الكبير كان عسكري وكمان هو استشهد، لهيك بقدر اعرف شو هو شعورك وبحس بالحزن اللي جواتك. الله يرحمه. اكيد الشيخ عبود راح ينبسط كثير بهالخبر. لا تأخذيني، زعلتك مو؟ باين كنت بتحبي كتير، لهلأ ما عم تقدري تنسي ما هيك؟ يا ريته مات. كل يوم بمر علي بتمنى يكون ميت وشوف الطيور عم تنهش بلحمه. كيف يعني؟ أبوه لبكر ما كان متجوزني، أنا ما تجوزت،
بليلة هجموا الإرهابيين. أنا كنت عم عبي مي من العين وقت واحد منهم هجم علي وما قدرت أقول لحدا. بعدين لقيت حالي حامل، قلت لحالي بدهم يقتلوني. خفت كتير وهربت من البيت، ما شفت أمي ولا أبي ولا حتى شفت إخواتي. هربت لسنين بس قلت له لبكر أبوك عسكري واستشهد، وهيك حاولت أقنعه لبكر. الله يلعنهم. سيدنا الشيخ موجود جوا؟ أي جوا، خير؟ له عندي خبر مهم. فيك تخبرني إلي؟ ما بدي، بخبره لإله. كل هالرجال وما قدرتوا تلاقوا مرة واحدة؟ لك يا عيب الشوم عليكن. دورنا بكل مكان، كأنه الأرض انشقت وبلعتها. سيدنا، إلكن عندي خبر مهم. خير ابني، شو فيه؟ هات لشوف. سيدنا، إذا بتوعدني إنك رح تخليني صير واحد من عساكركن، دلكن على مكانها لهديك البنت الهربانة. طيب قول، احكي اللي عندك بالأول، ما راح نختلف بهي. أصلاً أنت تعتبر عسكري هلأ. البنت بالبيت عنا. عفارم عليك يا ولد، والله أنت طلعت قدها. تعال وجيب أغراضك، ما حدا بياخدك من هون بعد هلأ، حتى بعملك قائد عليهم. أنقذنا البضاعة يا سيدنا. تحرك واجمع لي الرجال، أنا جاي كمان. حاضر. إذا بيطلع حسك اعتبر حالك ميت. هلأ مو وقتك، هدول ناويين يقتلوا ياسمين. شو عم تقول أنت؟ وين ياسمين؟ متخبية بضيعة بولاتيك. بس شوف، إذا ما لحقت إني أصل لهنيك قبل ما يصل الشيخ فرح يقتلها. امشي امشي لشوف اذا كان هالحكي صحيح. اللي كيف عرفت انه رح يجي لهون؟ اي ما بده زكا، اكيد لازم يجي، بده يحاول ينقذ حبيبته. شفتي مثل ما قلت لك، هذا اللي معه الدكتور، ما هيك؟ ولا اي والله هو. لك شو عم يعمل معك هاد؟ ماشي انا بفرجيك. رجعوا رجعوا، هيك رجعوا، عجلوا شوي، يلا قبل ما حدا يشوفكن. يلا ليش عم تساعد ياسمين؟ ليش أنت مهتم كتير؟ لأنه نحن رفقة من أيام الجامعة. ما بعرف، بس إذا مو هنيك رح أموتك. تركني هلأ من هذا الحكي وخلينا نمشي بسرعة. وقف. شو هاد؟ قلولي لشوف. على أساس أنتوا أعداء، شو عم تعملوا سوا؟ يلا حدا يجاوبني ولا بقتلكن. ها رايحين لنخلص ياسمين، حل عنا أنت. بالله شو؟ وقف، وين؟ أعداء وهلأ صرتوا صحاب؟ وكرمال واحدة مرة؟ ها ولاك بلا فهماني انت وياه.
انت انتهيت لك؟ زيدان. نعم. مو الشيخ يلي اخذ البضاعة، هي عندي ياسمين هلأ، كانت جاي لعندكم. زيدان. ايه؟ تعال في حدا جاي. يلا جاي. كمان هدول بدهم ياسمين، إذا ما وصلنا قبلهم رح ياخدوا البضاعة ورح يقتلوا ياسمين كمان. طيب دكتور، معناتها نحن رح نهجم عليهم، ولبين ما نلهيهم انتوا روحوا جيبوا ياسمين والبضاعة. الموضوع هيك خطير، بيصير في قتلة بعدين. هاي المواضيع كلها خطيرة كتير يا دكتور، خطيرة كتير، فيها جرحى ويمكن قتلة. روحوا انتو، روحوا. سحر، فريق رجال، يلا ولاك، يلا. يلا يا رجال. يلا تعالوا معي لشوف، يلا لشوف. حركوا. يلا. هالقتلة. خلص وصلنا سيدنا الشيخ، ما ضل شي. عفارم عليك يا ابني. هربوا هربوا. خليكن هون، اوصوا كمان. يا جهلة، هوس انتوا روحوا لعند ياسمين، احنا مندبر حالنا بسرعة. يلا يا مجرمين. جعفر انت خد الولد وروح من هون، تركني انا ادي فلوس لهالكلاب. يلا طع بكر. شوف هدول شكلهم رايحين. بكر يا ربي وينه؟ ليكون هرب. أكيد هلأ بيكون راح لعند الشيخ. يا كلاب مجرمين. رح أدخل لجوا، أنت غطي علي. إيه؟ يلا سلمى تعالي، تعالي بسرعة. يلا يلا. لهذاك الطرف، وطي رأسك. أوصوا. الخاين كيف تركهم زيدان يفلتوا منه هيك؟ يا سادة، الانتخابات خلصت وبينت نتائجها، حتى لو ما كانت مو مثل ما بدنا ببعض المناطق، بس بفضل التوجيهات شفنا انه بعض المرشحين اللي بيمثلونا ربحوا بهالانتخابات، وعلى هذا الاساس نحن عم نتوقع الاحسن. وبالنسبة للانتخابات الجاية، اول شيء لازم نعمله هو انه نلتفت لبعض الامور الضرورية عنا، مثل تجهيز ودعم البنية التحتية تبعنا لتصير اكثر ثبات واستقرار. بس بهالوقت الراهن لازم وضعنا بهالمنطقة يضل على حاله. عفواً سيدي، القرار اللي اتخذناه أكيد رح يغير الوضع بشكل ملحوظ،
والمفروض يقضي على المشاكل، بالإضافة لأنه هالقرار حاز على تفكيرنا وتفكير غيرنا بنفس الوقت. يا سادة، حابب ذكركن أنه الإرهاب وتعميق الخلافات السياسية والمشاكل الاقتصادية وبعض الظواهر التانية مثل انتشار المخدرات والسلاح وتهريب البشر، يعني بشكل آخر حالة الاضطراب وعدم الاستقرار. كل هالوسائل سبق واستخدمناها لتمرير مخططاتنا ومشاريعنا، لذلك نعد نحن أصحاب المشروع الحقيقي، وهي الحرب مو لليوم وبس. مع كل شيء صار بالماضي رح نحدد موقفنا بالحرب الجاية. عفوا سيدي، بس شو بتعني هي الخطة؟ أنا شخصيا أول مرة بسمع بهيك شيء. اللي لازم علينا نعمله وفق الخطة اللي ذكرتها إنه نجبر المستفيدين منا على اللجوء إلنا والاستعانة فينا بوقت معين. بتعرفوا حضراتكم ما لقينا شيء ساعدنا على نشر الفوضى، وبناء على هالوضع نحن اللي صنعنا الفوضى باستخدام بعض الأشخاص والمجموعات المستفيدة واستغلال الثغرات الموجودة على الساحة، وحافظنا على هذا الأسلوب لحد اليوم ورح نبقى لتحقيق أهدافنا. سيدنا، أنتوا أدرى بهيك أمور، بس مجريات الأحداث أثبتت أنه كل الجهود اللي قمنا فيها بالإضافة للحرب النفسية اللي خلقناها وحالة الاحتجاج المستمرة صارت عبارة عن تركيبة واحدة عبر الوقت، والقضية الحالية رغم كل قوتنا ومحاولاتنا ما قدرنا نحد منها أو نخفف من آثارها. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هذا الشيء كيف وإمتى ومين رح يضر منا بشكل مباشر ما منعرف. على كل حال بتمنى أنه خطتكم الجديدة تكون مجدية بكل أبعادها. أقوال وأفعال المجموعات الموجودة على الساحة كانت مستمدة من ناس أشرفنا على تدريبهم تدريب خاص لحتى يتفاعلوا مع هي المجموعات بشكل مناسب، وهذا رح يدعم موقفنا بفضل الممثلين يلي زرعناهم بيناتهم. من زمان ونحن موقفنا معروف بالنسبة للحركة واللي بيدعموها، وبالوقت نفسه عم نحاول بشتى الوسائل مع الناس اللي أخدوا موقف مغاير منا. خطتنا يا سادة كالتالي، رح نقوم بزرع العناصر المدربة من قبلنا بيناتهم، وبنفس الوقت رح نكون بمثابة الراعي الرسمي إلهم، ومن ناحية تانية بدنا نستقبل عناصر جدد بأماكن تابعة إلنا، وهدول طبعا رح يختلطوا مع الأعضاء القدامى عن قريب ويحتكوا فيهم، يعني رح يطلعوا على كل الوسائل يلي منعتمدها من صور ومنشورات وكتب وأشرطة وغيرها، وبهالشكل منحاول نخلق مشابه لعناصرنا. عفوا من حضرتكم، بس الموضوع مثل الفيلم مشوق جدا. عناصرنا المدربين رح يكونوا مصدر موثوق بالنسبة للطلاب، ورح يكون دورهم انهم يعرفوا الأعضاء الجداد بقيمة وواقعية هاي الحركة، والمفروض عليهم كمان انه يحاولوا يطلعوهم على الأهداف اللي بتتبناها. وبهالمرحلة رح نضغط على زر التحرك للمرة الثانية، يعني رح يكون صار وقت تنفيذ المخطط والإشراف على سيره بالشكل المطلوب. وبنهاية هذا كله وبعد الإضافات والتعديلات المستجدة اللي ممكن تفرض حالها، رح يكون صار للمشروع صدى على مدى واسع ومنتشر. بس بظن إنه إذا مننفذ هجوم واحد صدى رح يكفينا، لأنه كل شيء هن صدقوه وآمنوا فيه بحياتهم مثل الصداقة، المحبة، الأخوة، رح يعرفوا إنه كان كذب وما إله وجود. بس نحنا لازم نحقق هالشي. سيدي يمكن كلامي ما يعجبك، بس لحد اليوم ما ضل كذبة أو افتراء وما حاولنا ننشرها بين الناس. بأول الأمر كنا نحس إنه نجحنا، بس بعد فترة الحقيقة بتظهر وبتنكشف الأمور، وبالنتيجة بينحط الحق علينا. فينا نقول إنه اليوم الظروف تغيرت ونتائج هالتغيير عم تنعكس علينا، لازم نكون واعيين لهالناحية ونراعيها بدقة. باستخدام الخطة الجديدة اللي ذكرت خطواتها قبل شوي، ومن غير ما تنسار الشبهات حوالينا، نحن رح نهجم عليهم بأمواج من الاتهامات، ورح نحاول نضعف موقفهم بأساليبنا المختلفة، وكل شي ضيعناه سابقاً رح يدفعوا ثمنه مع تغيير الظروف المحيطة. هدول الناس وعلى مدى السنين عبر شعارات حول الأخوة والحوار والمظهر اللائق، التعليم وغيره، كأنه عم بيحاولوا يكسبوا الثقة والأمان بكل الأوساط، وانتو بتعرفوا انه هي المبادئ بالنسبة لنا عبارة عن سم بيقتلنا شوي شوي عبر الوقت. انتبهوا! بكر؟ بكر؟ قولي على قامتي، يعني وين بده يكون راح هلأ؟ أكيد راح لعند الشيخ مشان يتخبى.
يا كفار، يا خاينين، رح لف من وراهم أمن لي حماية. يا الله سلمى، يلا خلينا نمشي بسرعة. يلا يلا. روح لهنيك، تخبي بسرعة. أوصوا الخاين، كيف تركهم زيدان يفلتوا منه هيك؟ شنتاي، أنا نسيتها جوا. استني، أنا رايح جيبها. روحوا جيبوها بسرعة. ما حسنا نلاقيها، اختفت فجأة. أنا ما فيني أعتمد عليكم بشي، يعني كيف هربت وما حدا حسن يلحقها؟ نادوا لي لجعفر، وين اختفى هو التاني؟ سيدنا، هلأ لقينا جعفر مغمى عليه. في حدا إجا وضربني على راسي، يمكن الدكتور. متأكد من هالحكي جعفر؟ الدكتور شو جاي يعمل عنا؟ انت متأكد انه كان الدكتور طارق؟ اخ ما حسنت اتأكد منيح، هيك حسيت. يعني جاي يتحداني. يلا الكل يلحاني بسرعة، اذا كان بتضيع اصبح مو هو اللي هجم علينا. يلا سيدنا، أنا صرت واحد منكم. بكر، بكر، بكر ارجع. وين بدك تروح وتتركني لحالي؟ أمي تركيني، صرت من رجال الشيخ هلأ. بدي روح أخذ بتاري اللي قتلوا أبي. شيخنا الله يخليك لا ترد على ابني، لساته ولد صغير، أنا مالي غيره بهالدنيا، لا تاخده معك. لا تحكي لي هالحكي مرة تانية، خليه ياخذ بتار ابوه المسكين اللي انقتل قدام كل اهل الضيعه. لازم تشجعيه على هالشي، ابنك رجال وفي روح يحارب مع رجال الضيعه، وعم يختار الطريق الصحيح هلا. بكر جالا هون ابني، لا تتركني. يلا خدوها من هون، لا تروح معهم. يلا بعدي من هون، حركي بعدي من هون. يلا عندي. تركيني. يلا لا تترك امك لحالها. بكر تعال عندي، فتش كل البيوت الضيعة. ترى اللي عملته فيه بكر. خد الرجال وتحرك، بدي اعرف اذا كان هون الدكتور. طيب يا امك. مشي الحال. شكراً طارق، أنقذت لي حياتي. ما بحسن أتأخر كتير، إذا ما شافوني بالضيعة بيشكوا فيني بعدين. إن شاء الله موفق. أنا هلأ لازم أرجع على المعسكر. شكراً لإلك. بخاطرك. دكتور واقف. مروان استنى.
خليني روح الضيعة، ما بدي أتأخر هلأ. هيك لكان، خايف تتأخر. ما في داعي لهالشي مروان، شفت بعينك كيف إجا وساعدنا. المخدرات بالشنتاية كنت رح موت لولا مساعدته، هو اللي جاب لي إياها. أنا ماني خايف منك، أنا كل شي عملته مشان أحمية لسلمة، فهمان؟ شو هالحكي؟ حاجة تضيع وقتنا، هذا اللي صار. طارق ما عم يكذب عليك بأي شيء. لازم نرجع بأسرع وقت على المعسكر، إذا شافني زيدان بيقتلني. دكتور، هالمرة نفدت مني. ياسمين ما رح تحسن تساعدك بالمرة اللي جاي، فيك تروح. يلا لشوف، سمعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن شاطرين. الرحيم، مالك يوم الدين. السلام عليكم. إياك وعليكم السلام. إياك نستعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالوا عندي، تحركوا بسرعة. منيح، أيدو. أحسنتم يا أبنائي، كملوا لشوف. ولا الضالين. خلونا نعيد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. المسلم الحقيقي هو اللي بيضحي بحياته في سبيل الله، لازم تعرفوا هالشي منيح. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا. في ناس بيكرهونا كتير وبدهم يهجموا علينا، ونحن بدنا نكون جاهزين، يعني لازم نحمي حالنا. ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاد في سبيل الله الفرض على كل واحد فينا. رب العالمين، الرحمن الرحيم. لازم نكون رجال وما نخاف من حدا. إياك نعبد. بدنا نحارب الكفار وما نخليهم يقربوا لعنا أبدا. يلا بسرعة، كل واحد يقرأ الآية تبعه. صراط الذين أنعمت عليهم. فهمانين هالحكي هاد؟ ما بدنا نرحم أي كافر. الله أكبر. ليه؟ الله أكبر. خلوا عيونكم عندي وكملوا. لازم نعرف كيف ندافع عن حالنا، الجهاد مفروض علينا. الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد. فهمانين الحكي؟ ولم يولد. لازم نستشهد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو تعال عندي. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد. الكل ينتبه معي، رح ناخد درس جديد، رح نحكي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعامل مع الناس. مين بده يبدأ؟ أنا. بتحب سمع لك أنا؟ حفظت مبارح كل الدروس يلي أخدتها. يلا عم اسمعك. سيكيك. حليمة قربي. حاضر. احكي لنا عن حياة الرسول. لازم تسدد على الهدف اللي قدامك. ثبت إيدك. احكي لرفقاتك. حدد الهدف، ارفعها. حاضر شيخنا. برافو، منيح. قوي قلبك، ما في رصاصة. ماشي؟ سدد، ارفع سلاحك شوي، لا ترجف هيك، ثبت ايدك منيح. يلا عم اسمعك. كان رسولنا الكريم يروح على الجامع ويدخل برجله اليمين، وما كان يحب الحكي بأمور الدنيا، وكان دائما يقضي أكثر أوقاته هو بالجامع، وكان دائما يحب الدعاء لله ومساعدة المساكين والمحتاجين.
يلا أطلق نار. أخ يا إيدي، شو اللي صار؟ الصبي بعدوني. بعد هيك يلا روح اترك الصبي. طلع برات الجامعة، طلع قلت رح تقتله، يلا طلع. فرحان بحالك؟ شفت شو النتيجة؟ يا حرام جراح الولد. انتو شو بدكم؟ فايتين لي على الجامع وعم تعلموا القتل. هذا مكان للصلاة، السلاح ما دخلوا بالدين. يلي عم تعملوه غلط، الدين ما بيعلم الولاد كيف تقتل، وسلاح ما لازم ابدا يدخل على الجامع. لا تخاف حبيبي. شيخنا ما كان قصدنا، غلطة وصارت. هدي، ما رح خليك تاخذ الصبي. طلع لبرا. روحوا اعرفوا شو هو الإسلام بالأول. ما مناخد الأوامر من ناس جاهلة. لا بقى تجوا على الضيعة. يلا لا تكبر يا شيخنا، ما في داعي تعصب وتنزعج. رايحين هلا بس راجعين لعندك. هات المسدس. طيب بسيطة، اهدى، لا تخاف ابني، لا تبكي، اتفقنا؟ اليوم خلصنا الدرس، فيكن تروحوا على البيت ماشي؟ الله معكم. حضر شيخنا. بتحب وصلك على البيت؟ لا شكرا، بروح لحالي، لا تعذب حالك. طيب ابني الله معك، رح مر المساء مشان اطمن عليك. شكرا شيخنا. آه يا ايدي. شيخي اجيت لحتى تساعدني، بكر راح مع الشيخ عبود هلا، قدروا يضحكوا على عقله، بكر لساته ولد صغير، الله يخليك خليهم يرجعوا لابني. يعني صار مع الجماعة هلا؟ أنا رح أعمل جهدي، بس هذا عبود ما بيرد على حدا، وعلقت مع رجاله قبل شوي، مشان هيك أكيد ما بيرد. حدا شاف الدكتور؟ لا يا سيدي ما شفنا أبدا، يمكن بالبيت. خد معك الرجال، شوف إياه إذا بالبيت، وإذا ما شفت الدكتور بالبيت راح يكون حسابه عندي صار كتير كبير، وراح ينقتل قدام كل الناس. سيدنا الشيخ مانو موجود. إذا هيك الدكتور خاننا وكان عم يضحك علينا. بدي منكم تجيبوه لهون، يلا بسرعة. يلا قدامي. خير شوفي شيخي؟ شو صار؟ كيفك هلأ يا شيخي؟ دكتور انت شو عم تعمل عندك؟ جيت لحتى أعرف منك شو اللي صار، سمعت انك رح تجيب سلمى انت والرجال. قلي ان شاء الله حسنوا الشباب إلى قوة. لا هربت. مدة التدريب الأولى 15 يوم، رح ندربكن على السلاح ونفهمكن بأمور السياسة. يلا يمين دور. ولك غبي صرت بهالعمر وجاي تحارب ولهلا ما بتعرف يمينك من يسارك. هاشم تعا استلمون. أمرك معلم. علمهم كيف الشغل بسرعة. سحر سحر. ايه زيدان. كأنه الرجال تأخروا ما هيك. وراء دور. اهدى ولا تشغل بالك انت. ولا حركة. يلا ولك دير بالك عليهم. وصل القائد مروان. يسار دور.
أيوة أهلا وسهلا. ثابت بالخايلي. دور. شكرا قائد موال. يسار دور. امشي لشوف. انتظر زيدان. ياسمين قدرت تجيب المخدرات. سحر تأكدي. الظاهر راح تعصبوني معكم. ها وراء دور. ركزوا معي منيح. يمين دور. اسمعوني منيح. تأخرتي. خلصت المدة اللي أخدتيها. صار لك رايحة 5 ساعات. مشي الحال. تعرف مروان نحن لازم نطبق القانون. لازم نقتلها. طول بالك. لا تستعجل. للأمام. المهم إن حسني ترجعنا البضاعة. ما عندي ثقة فيها بالمرة. لا حدا يزيده. مثل ما عم أقول لك لازم نقتلها. على مستوى بعدين نظرة. هي تأخرت. هلا مع لازم نطبق القانون النار. عليها. هي وحدة خاينة. صدقني. إذا ما حدا أخذ أمر ما بيطلق. خلصنا بقى. فهمانين؟ ليش عم تعمل معي هيك؟ ها؟ جاوبني. أنا قلت لك أن حسني ترجع البضاعة وأنت لسه عم تقول بدك تقتلها وتطبق القانون. هاي ارفع هيك لفوق لفوق. إذا بتقرب علي أنا راح أقتلك. ظبط وقفتك أنت وياه. للأمام سر. وقوف قف. استارع. وراء در. الكل يسمع منيح. طيب ماشي مثل ما بدك. ما بدنا أخطاء. هلا مسكنا سلاح هيك. دقيقة عم يرن التليفون. مين هاد؟ والأخمص على الكتف. ايه سيدي عم بسمعك. منركز منيح بالشعيرة. ايه سيدي فهمت عليك. بنشوف الهدف. جايين فورا. ولما بتكون متأكدين. ها مروان بنطلق. فهمنا؟ قيادة بدها ايانا. استارح. انتظري بالعيادة لحتى ارجع. استاعد. انت وين رايحة هلا؟ بدك تصيري تحاربي مثل الكل. انتبه يا ابني. فهماني هالحكي؟ عينك معي. ما في راحة. بدك تنسي القعدة. يعني ما في عيادة هلا. هلا رح ننزل سحر. قسمين. خديها بسرعة. يلا. تعال انت من هون وانت من هون.